3 مستشفيات في وقت واحد استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة. الغارات طالت كلا من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي، وأعنفها استهدف بوابة مجمع الشفاء وأصاب قافلة لسيارات الإسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، كانت مليئة بالجرحى وهم في طريقهم إلى سيناء ليتلقوا العلاج هناك. فيما أسفر الهجوم عن سقوط 60 شخصا بين قتيل وجريح بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفلسطينية عن مدير المجمع. يوجد في تلك المستشفيات 10,000 النازحين من أهالي شمال غزة، إضافة إلى الطواقم الطبية والجرحى وذويهم. مجمع الشفاء وحده يؤوي نحو 60,000 نازح، أما مستشفى القدس فيوجد فيه نحو 14,000 منهم. إسرائيل استهدفت محيط تلك المستشفيات مرات عدة وطالبت النازحين فيها مراراً بإخلائها والتوجه إلى جنوب القطاع، مهددة بقصفها بحجة وجود أنفاق تابعة لحركة حماس أسفلها. أما النازحون فيرفضون التهديدات الإسرائيلية رغم ظروفهم المعيشية الصعبة هناك وسط مخاوف من تكرار مشهد مستشفى المعمداني في 17 أكتوبر الماضي الذي راح ضحيته نحو 500 قتيل. We'll be right back.